السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبق ونوهنا ببرنامج سوات، اكو نسختين من البرنامج، اكو كيو سوات هسه نرجع، واكو ارك سوات. احد سألني قال شنو الفرق بين الارك سوات وبين الكيو سوات، وهذا يمكن نستخدمه وهذا يمكن نستخدمه. هذا السوات اصلا هو برنامج واحد، لكن كل من يدعم فيرجن من الجي اي اس. حسب انت اذا تشتغل على الجي اي اس ارك تستخدم الارك سوات تنصب عليه، لان هو اصلا السوات يرتبط بتنصيبه مع الجي اي اس. اذا نصبت انت كيو جي اي اس فتشتغل على كيو سوات. نجي سألت ايضا سؤال ثاني، شنو الفرق بين الارك سوات وبين الكيو سوات؟ صراحة هو ماكو فروقات، وانما الفرق بين نفس الريموت سنسنج المستخدم الجي اي اس. حاولت انوه لكم الموضوع بهذا الفيديو القصير حتى نبين الفرق بين الكيو جي اي اس والارك جي اي اس. طبعا منو الافضل؟ يا الفري، يا اللي يدعم بيانات اكثر، يدعم اضافات غيرها، متطور، هو الكيو جي اي اس. طبعا مؤسسته شركة. تقريبا الفرق بين الارك جي اي اس والكيو جي اي اس اوضح لكم اياه بصورة اقرب. كل احنا نعرف عندنا جوجل دوكومنت الموجود حاليا ضمن الصفوف الالكترونية وغيرها، وعندنا المايكروسوفت اوفيس وورد وغيره، فتقريبا نفس الفرق. هذا شنو يدعم وهذا كذا، هذا فري هذا لا مو فري. فشوف هساي ابسط فروقات دي ينطيك اياها. هذا بالكامل الحقيبة مالته فري، هذا لا يحتاج لايسنس، وكل فترة يقول لك انه اريد يعني تفعيل. هذا المؤسس الى شركة ايزري. شغلة ثانية، الكيو جي اي اس يمكن استخدامها على كل انواع الحاسبات، سواء كانت اندرويد نستخدمها على الماك، نستخدمها على اللينسك على الويندو. هذا فقط لينسك ويندو، ما يشتغل لا ماك ولا غيره، خاصة هاي حاسبات الابل اغلبها ماك، فما يشتغل بها الارك جي اي اس، فالكيو جي اي اس يشتغل بها. نجي الكيو جي اي اس والفرق بين الجي اي اس، هذا هنا يمكن ان نستخدم اثنين فيرجنات، يعني كذا فيرجن كذا فيرجن، بينما بلابتوبك ما تقدر تنصب اثنين فيرجنات. يعني انا بوقتها كان عندي فيرجن 3 وفيرجن 5، ما قدرت انصبهن، مسحت الفيرجن 3 ونصبت الفيرجن 5. هاي واحدة من الاشياء، بينما الكيو تقدر تنصب اكثر من فيرجن نفس الوقت. واكمالا للبقية، عندنا الكيو جي اي اس عند السورس كود اوبن سورس، هنا لا كلوز لازم تشتري. هنا أنا مثلا يقدر يستقبل لك البروسيسنج تايم من تسوي من تدخل في الانبوت ويسوي لها بروسيسنج حتى تخرج اوتلت، سواء كان مثل هيدرولوجيكال بروسيسنج انو بروسيسنج تجريها، ياخذ وقت اقل وقليل جدا، هنا الوقت اكثر. يعني هواي فروقات بين الارك الكيو جي اي اس والارك جي اي اس. هنا متوفر على التليفون افايلبل ديسكتوب افايلبلتي، هذا الموبايل افايلبلتي، الموبايل هاي متوفر، الكيو جي اي اس ديسكتوب متوفر، هنا أنا متوفر كذا. فكل من له مميزات، هذا بيه عدد من الاوبشنات، ممكن يدعم عدد من الاوبشنات والفايلات، هنا لا محدد. فعندنا الفروقات عديده، وانا صراحه ما يمكن ما تناولت الا الربع والقليل جدا من عندها. كل شخص حسب الاوبشن، المفروض انت قبل ما تبلش بمشروعك تشوف شنو اللي يخدمك تروح عليه، تروح على كيو جي اي اس او الارك جي اي اس. لذلك الشركة الخاصة والمصنعة الخاصة بسوات وضعت اوبشنين، الاوبشن واحد خاص من عندهم بالكيو سوات وواحد خاص من عندهم بالارك سوات. فاذا ما له علاقة انت تستخدم هذا او هذا حسب الاوبشنات اللي عندك، لكن هن اكو نسختين. هاي بالنسبة للاسئلة اللي انسألت عليها بخصوص الكيو سوات او الارك سوات. تمام عيني، سواء كان سؤالك هو كيو سوات او الارك سوات نو بروبلم. تمام عيني، فكل من هذا يتبع على الجي اي اس. وتقدر تسأل ايضا اهل الاختصاص اللي هم تخصصهم مساحة او جيوماتيك او تحسس نائي، هم بعد دراستكم تكون مختصة بهذا الشيء ويعرفون بين الجي اي اس اللي منتج او صاحبتها شركة ايزري وبين الكيو سوات والفرق بيناتهم، ويا اهل يفضل يستخدم، او تقدر تستشيرهم على حسب نوع مشروعك انه استخدم ارك جي اي اس او كيو جي اي اس. محاضرتنا لهذا اليوم انتهت، وهي عبارة عن مجرد مود تعريفي عن الفرق بين الارك جي اي اس والكيو جي اي اس. لذلك نوهنا انه ليش اكو ارك سوات وكيو سوات. التقيكم ان شاء الله بمحاضرات قادمة، دمتم بامان الله وحفظه.